المحطة الأخيرة من مشوار الأهلي في دوري أبطال إفريقيا على الأعتاب، 72 ساعة بتفصلنا عن اللقاء الأهم طبعا في مشوار الأهلي في البطولة، وهو لقاء الذهاب في تونس السبت القادم، المواجهة الأولى، الجمعة اللي بعدها على طول المواجهة الثانية إيابا في القاهرة. كل توفيق لرجالتنا اللي على بعد دقائق من بداية رحلة سفرهم، إن شاء الله بإذن الله يوصلوا بسلامة الله، محملين بأمال ودعوات جماهير النادي الأهلي العريضة اللي في انتظار الحقيقة نتيجة إيجابية إن شاء الله بإذن الله الأهلي قادر على تحقيقها في مباراة السبت القادم. عندي كلام كتير جدا عن الترجي، والنهاردة هنتكلم كورة وبس في سيناريوهين مختلفين بشكل كبير جدا. هنحاول نقرأ معاكم أسلوب وطريقة لعب فرقة الترجي، والاثنين الحقيقة يمكن لو بتشوفهم أو بتحاول تفند وتقرأ وتحلل قدرات الترجي، نقاط قوته نقاط ضعفه، مختلفين تماما، أسلوب مختلف تماما، وكأنهم فرقتين مختلفتين. فريق لعب قدام سان داونز ذهابا وإيابا مباراتين، سواء على أرضه أو خارج أرضه تقدر تقول أنه سيطر أو غلب عليهم الجانب الدفاعي، ورغم كده نجح في التفوق بنتيجة الفوز ذهابا وإيابا. مباراة في الدوري المحلي، مباراة ديربي كبيرة جدا أمام النجم الساحلي، قدم فيها الترجي سيناريو هجومي بحت، سيطر على مجريات المباراة، خلق عدد كبير جدا من الفرص، واستطاع أنه ينهي اللقاء في النهاية لصالحه 3-2. ما بين سيناريو دفاعي وسيناريو هجومي، هنحاول نقرأ السيناريو اللي هيلجأ ليه الترجي في مواجهة الأهلي إن شاء الله يوم السبت القادم، وهنحاول نقرأ مفاتيح لعبه، ونحاول نقرأ ثغرات الفريق اللي ممكن مارسيل كولر يستغلها إن شاء الله في مباراة السبت القادم. معنا تحليل كامل وأرقام وإحصائيات ومقارنات بين الأهلي والترجي في مشوارهم في دوري الأبطال، كل ده معنا في السادسة.